اكثر مشكله تعرض لها هنا في المناطق هذه وحذرونا منها اهل المنطقه هي الحشرات. زومبو ميلود رحاله جزائري بالدراجه الهوائيه. حاليا انا في دوله الكونغو برازافيل، رايح نشارككم معايا مغامره قمت بها في دوله الكونغو برازافيل. مهمتنا في هذا الفيديو هو البحث عن الفيلة في الغابات الاستوائية. الفيلة تختلف، كاين فيلة السافانا وفيلة الغابات. وهذا خافير داير موستيكر في راسو سي تري بون ايدي. وهذا خافير صديقي الاسباني شكون ما يعرفوش. وي سيلفا وي لقينا هذه البلاصه اللي رانا رايحين نبيتو فيها. رانا رايحين نكتشفوا اسكو كاينه بلاصه احسن ولا والو. تبان هذه طريق كانوا يستعملوها باش يجيبوا الحطب ومن بعدها حبسوا. سي تري مانيفيك لي زوتري لي با اكسبتي ها لي با فيني سي فيت اي ميم با نو واه مي لا با بيان اه وي لي انا لو بوا لي انا لي بوا لا با Ouais, peut-être que je veux. On peut te voir beaucoup les arbres. Ouais. C'est très magnifique. بعد ما اقنعنا جماعه باش يباتوا معنا في هذه المنطقه لانهم ما كانوش يكونوا هما كانوا يباتوا في لي فيلاج بتنا في هذه البلاصه ومع الصباح كانت المشكله. كيما هاك لازم نطفي التليفون مادامني راني كونيكتي في التليفون يشوفني باسكو راه يرقد معايا في لاطونت. الا شافني مرقدش يجيني باش نحك له راسه. شوف كي نحط ايدي واش يدير باش نعاود نحك له راسه. فهمتو؟ راه نحط ايدي من الكوتي الاخر شوفوا واش يدير. يجي يرفد يعضني من ايدي. ها هاني جات. شوفوا كي يعطيني راسه. أما بالنسبة للبيروكي هو الزومبو رحالة جديدة ورايح عقب معنا عديد من الدول الإفريقية بينسير بالدراجة الهوائية. صباح النور عليكم. وجدنا فطورنا باش نفطرو ونديمارو ما قدرناش. على واش المحل هنايا كاين ياسر راكم تشوفوا في الفيديو. دايرين بلاطون دايرين في كل بلاصه. عاوينا الفيديو تاع سيلفا. هجوم. وهذا سيلفا رحالة سويسري بالدراجة الهوائية ورايحين تشوفوه معايا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. معاناة كبيرة رانا نعانو فيها مع النحل في النهار كامل. كيما هاك كاين واحد الحشرة ديرونجي مومو ولا مش عارف شو يسموها هنايا مومو حاجة كيما ها جاية كذب معانا وهي صغيرة كارثة. ودركا لازم نمشي 40 كيلو بلا ما نتوقفوا باش نوصل لواحد الفيلاج باش نقدروا نفطروا فطورنا ونريقلوا موراتنا. باسكو صح سفري هنا مع الحشرات هذه والغابات الاستوائيه. قلت لكم الحشرات هي اصعب اكثر حاجه ديرونجي فيها. المره اللي فاتت مع النمل، هذه المره مع النحل وليموش ورحت رايحه. هنايا راه كاين كوريلا وراني نحاول ندخل نشوفها. نحاول ندخل نشوفها بلا ما كانت محاولتنا البحث عن الغوريلا اللي هي تواجد في المناطق الاستوائية وخاصة في شمال الكونغو. وهذه
من ضمن المغامرة تاعنا أننا نبحث على الفيلة، ولما لا نحوس فاني على الغوريلا. من ناحيتي انا شفت الغوريلا، درك من ناحيتكم نتوما باش نصور لكم هذا هو المشكل. مشكلة وحنا عاقبين في الطريق تشوف هذه راك تهبطت دخلت للغابة، راه كاينين زوج هنايا بصح ما قدرتش نصورهم. شوفوا الطريق كيفاش راه داير مسكرة، ما نقدرش نفوت وتخاف هنايا من انواع الافاعيل المتنوعة اللي كاينة هنا. اللي فيها الخير نزيد نقدمو القدام بالك نعاودو نشوفوها. الله مشكلة. بعد ما مشيت مسافة لبس بها لقيت صحابي متوقفين لأنهم شافوا آثار أقدم الفيلة، وهذه العلامة الأولى تاعنا اللي رايحين تبعوه. Ils ont été là, je pense, après. Ouais. Là. Ouais. Lina les traces sur les éléphants, là. On va voir d'où ils sont entrés. Comme ils sont allés. Je vais prendre le garage de la ville de Taïan. On va voir. On va nous aller. أما الحوايج اللي رانا نديرو فيها عندها علاقة بالهبال ياسر، لأنك تدخل الغابة وفيها الفيالة وتروح تبحهم ما عندهاش علاقة بالصحة. لكن خافير ذهلني لأنه كان يتبعني واش نقول له يدير يدير، قدرت نفلاشيه. أما سيلفا وجوليان كانوا دايما دايرين حذرهم وما يسمعولناش الهضرة. كان قارو الفيديو هنايا، أنا درقنا على الطريق شوية ومن بعدها نديرو فول تاع درون، راح نطلعوها وندوها منا إلى لقينا لي زيليفون راح نتبعوها. هذا طريق بسم الله. كوا ah le caca des éléphants ah oui ça c'est pour aujourd'hui ça c'était maintenant hein. Ouais. Attends on va faire un vol après. وهذا جوليان رحالة سويسري بالطبع بالدراجة الهوائية. ما تخوفين كاكا التليفون اجوردي. يا فيلو لابا. بعد بحث مطول بالدرون ما قدرناش نشوفوا الفيلة. للأسف شديد رايحين نشوفوها في منطقة واحدة أخرى. مشكلة الدرون بعت بها شوية تلمو كاين جر ياسر تقطع السينيال بيني وبينها ما قدرتش نلاحظها. هاي رجعت هي وين رجعت اوتوماتيك ما عديش رايح ندير كيفاش نزيد نكمل. فاني هذه المرة ما حلفناش الحظ باش نشوفوا الفيل. مي واش راح نديرو؟ راح نعاودو نرجعو لهذه البلاصة باسكو كاين واحد لاسورس تاع ما هنايا يجي يشرب منها لي زيليفون هنايا يجيو يشربو عاودو يروحو. راح نروحو لافين نشرو الماء نشرو الحوايج اللي راه ناقصنا ونعاودو نرجعو هنايا بالك نفوتو ليلة هنايا نباتو باش صباح يولي عندنا شونس باش نشوفوهم. هذه هي هنا كاين ياسر لي بلاصة تاع لي زيليفون. لقيت خافير مقاري على لي زيليفون ولا على الكوري ولا على واش
هذه على الغوريلا. تيافي كلك شوز ما كنتش لا بابا سي تري لوين نورمالمون تولي غوريلا. بعد ما مشينا مسافة لاباس بها وصلنا لقرية كابو. كابو تقع في الشمال دولة الكونغو برازافيل، وتتميز هذه القرية انه فيها المحمية حراس المحمية طبيعية. اهل القرية قال لك من المستحيل ما تشوفوش لي زيليفون، والمكان قال لك فيه هذه طريق المطار، هذه اللي راكم تشوفوا فيها هي بيست تاع مطار، وهي اللي قررنا ان نخيموا فيها لمشاهدة الفيلة والغوريلا اذا امكن. هذه القرية جاية فريدة من نوعها في القرى الإفريقية، لأنه بنتها شركة أمريكية وجاية في الطابع الأمريكي من ناحية العمران ومن ناحية البناء تاع المنازل، منظمة جدا. وبالإضافة لهذا تطل على نهر اللي رايحين نديروا فيه مغامرة في الأيام القادمة إن شاء الله. المكان اللي قالوا لنا راكم رايحين تشوفوا فيه لي زيليفون، هذه الدقيقة ما شفنا والو في لا ما عارف وراه مراح. اليوم التالي هذا تاعنا الا ما شفناهاش اليوم رايح نبدل بلاصتي، رايح نبدل بلاصه باسكو قالوا لنا هنايا عند المطار هي اكثر من بلاصه راح نشوفوا فيها لي زيليف اللي فيها الخير ربي يجيبها. حاليا رانا داخلين الغابه نحوسوا عليهم الا قدرنا نشوفهم، قدرنا نشوفهم الا ما قدرناش نديرو البلاصه وحده اخرى بعيده علينا ب 400 كيلو في امكانيات باش نشوفوا الحيوانات، انواع الحيوانات اللي كاينه هنايا في هذه الغابات. درك نخلي لكم التصويره تاعها تشوفوا شي نوعه من اخطر الحوايج اللي راح تواجهنا في هذه الرحله هي الافاعي والله، لانه عندها يومين برك خفير خدا مع كوبرا ما عرفهاش كي وريني الفوتو قلت له كوبرا اي حتى راح نتاكد من انها تلقينا هذه الكوبرا. هاكم كان عديد من الانواع الحين. خافيير افون دو جور تي تروفي ان كوبرا دو لا روت سي لو كوبرو جون اي نوار كومون سابيل لو كوبرو لو كوبرو افريكان اه اوكي. هذه اللي راكم تشوفوا فيها رانا نمشوا علاز باسكو هذه راها مزارعين جاو قطعوا هذه الغابه، اما درك كي ندخل الادغال الادغال راك ما تقدرش تمشيها. تي افار كوا بور تي روماركي لا روت مي سي با ديفيسيل. وهنا في هذه اللحظه كان خافيير يقطع في اوراق الاشجار ويحط فيهم في الطريق باش ما نتيهوش في الغابه باش نعرفوا طريقنا مناهي. كما راكم تشوفوا درك يقطع نص من الشجره ويحطه في الطريق ها ورافدهم باش نعرفوا طريقنا ونعاودوا نرجعوا من نفس الطريق اللي دخلنا منها. مي بالنسبه ليا هذه غابه ماهيش كبيره ياسر، ماهيش هي اللي ندير على بالها هذا الشيء. اوكي مانتينو مو جي با السوفغارد ديال لا روت سي توا كي توا لو ريسبونسابل اسي 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 توا هادشي تاع بارتي ديك الشيء تاع كمان برك كيما هاك نعتبروا رانا داخلين الغابه خاطرش هذه هي الغابه. هذا الورق اللي راه شدهم هي اللي سيخ ها وي هذو لي تراس راه يخليهم باش يعرف الطريق اللي مشى منها. انا نظن اللي ما تستاهلش باسكو ما ناش في دخلناش الغابه بعدنا ب 40 كيلو ولا ب 30 كيلو رانا 10 كيلو من مليحه مليحه هذا الطريق الحفظ ربي برك معناتها رايحين نخرجوا من هذه الغابه ما شكيتش فارثون
Il faut monter, il faut monter. Comme l'essence. Ah ouais, c'est très magnifique. Attends. Photo. Très magnifique. Très magnifique photo. يا كاع الرحالة اللي بداو اللي داروا فواياجات وهملوا في الغابات وما لقاوش طريق ومن بعدها ماتوا في الغابة كاع بداو يضحكوا كاع بداوها بالضحك هكذاك ومن بعدها كي هملوا الاخر بداو يبكوا. كاين داك السؤال اللي يجي في راسك يقول لك على واش رايح انت تشوف الفيل هنايا والتريسكي والاخر قادر تشوفوا في بوتسوانا بكثرة معناتها على الطريق قادر كاين بلدان ياسر كيما ناميبيا تدخل تقدر تشوف في لي بارك ناسيونال هي في الحقيقة ماهيش هذه هي في الحقيقة انو لي زيليفون اللي كاينين هنايا ماهمش كيف كيف مع تاع الصحراء تاع الصحراء اللي متواجدين في ناميبيا وفي سيد افريك في تنزانيا هنا قال لك مختلف وقلت انا وحدة اللي هي معناتها خبيرة في هذا الشيء من اصول سويسرية امريكانية قالت ام سويسري اب امريكاني حاجة كيما هاك بسون سرقتنا الفيل تاع الفيل تاع الكونغو والاخر ماهوش كيف كيف مع الفيل تاع مع تاع الفيل الصحراوي ما مش عارف كاين هذه الفاكهه البريه اللي تعتبر فاكهه نوعا ما الملك كان داير بها مليحه ياسر ومعناتها ما تقارديلك شويه سكريات في الجسد تاعك الطريقه تاعها كيفاش تاكلها هي يجو فيها كل دروس هكذاك كل وحده كل سنه وحدها السنة اللي الاولى لقيتها شويه حمراء هنا عاد كل وحده اخرى سي بون حلوه هاي لا وفيها لاريير جو تاع السيدرا كي ابون ان تري مانيفيك سا وانت كنا ديجا Mais l'autre fois c'était super acide. Non, ça c'est très bon. Et mouillé, bien mouillé. Plein de fourmis. Ouais. Mais c'est pas agressif. C'est un animal, mais mahouche agressif. C'est la protéine, non hein? Ouais. Ah, ça c'est protéine. Les fourmis. Ah ouais. Mais c'est comment ça s'appelle ça en français En espagnol Il n'y a pas. la langue tradition ici s'appelle la gua normalement. Là, c'est qu'on revient à l'aouda. ما لقاوش طريقنا هذا هو اللي بلاص تاعنا تاع العودة جو تخوف ان نو سا نورمالمون جو نسي با الساعة ما كملتش هدرتي وقيلا تا هنا في الغابة Ah, moi j'ai dit l'autre route, et toi tu as mal. Mais je suis fier là. T'as déjà bien suivi fi cette trip. Mais هذه واش رايح نعاود ندير تعرف نعاود نديرها هذه الايام الثانيه تفرقت انا لسه تفرقت
تفركت مع هذا وين قلت له انت روح من طريق من طريق خلينا في بعض جست افا غير تور mais ça c'est moi j'ai dit avant la piste de d'avion c'est juste ici et toi tu m'as dit non va partir pour confirmer c'est pas juste ici c'est par ici mais c'est loin c'est pas très loin juste ici tiens regarde la fin des arbres ouais, le grand arbre le dernier trois ça c'est la fin ثلاث ايام وحنا ننتظروا هنايا بعد ثلاث ايام وحنا متعذبين ما نقدروش نقولوا متعذبين مي الحمد لله بعد ثلاث ايام سمعنا الصوت تاع ليليفون اون فا ايكوت لو بروي دي ليليفون جوسكا مانتونون اون فا با روغاردي لي ليليفون لا ما اون اونتوندو لو بروي واه سي بون سيني سا سرابروش سي جوست ايسي بروي Et avant, avec Sylvain, on a entendu les arbres qui tombent, boum, et on a entendu le sol qui tremble parce qu'il marche. Hier. Et aujourd'hui, on va écouter le bruit. Et ce matin, on a entendu aussi avec Sylvain le sol qui tremble. Ok. Peut-être que c'est pas loin, juste ici. On va essayer un vol de drone pour voir est-ce que c'est à côté de nous. Le mouchkila, nous, Javier, ma hoche hnaïa, ou Sylvain, ma hoche hnaïa. On est prêt à aller au Julien. درك نشوفوا الحظ تاعنا اسكو رايحين نشوفوهم ولا والو درك مادام ما خرجوش لي زيليفون رانا رايح لهم تي غيستي سي تي با بوجي اوكي اي بوركو تي ما دي كوم سا اوكي ليكيت درك مادام ما خرجوش لي زيليفون حنا رايحين نروحوا لهم واو 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 في وسط الجنجل تحوس على لي زيليفون ولا لي غوري مع انه لي غوري المستحيل راح نشوفوهم مي لي زيليفون في امكانيه باش نشوفوهم ان شاء الله يا ربي نشوفوهم بيان فضلت الفيلة هنايا مي الفيلة في روحهم مازال ما شفناهمش الله اعلم اقتربنا من المكان اللي ممكن نشوفو فيه الزليفه Ça c'est aujourd'hui, Khadi. Khadi. بعد ما قررنا نكملوا مشينا حافيين للأقدام سمعنا ضوضاء دل على شمبانزي ولا غوريلا قال لك لي كوريا هم كاينين هنايا
في هذه اللحظة لقيت لي كان معنا خاف وقال لك أنا ما نقدرش روح الغوريلا لأنه خطيرة جدا. في هذه اللحظة أنا تحمست وقلت له أنا قائد الرحلة دركا وتبعوني اللي حاب يشوف الغوريلا. ولو يتبعوا فيها قال لك كاين الغوريلا هنا يا. كاين الغوريلا هنا يا وخافوا ورجعوا هذوك اللي لقيت. لاحظوا هنايا وليت انا في المقدمه، خافير من ورايا وجيليانو سيلفا هما اللي كانوا من ورانا، اما ليغيد تموا في لاريير وكانوا خايفين باش يمشوا في المقدمه. قال لك الا سمعنا صوت تاع لي غوري رايحين نهربوا. فكونتيني على سيت روت بيان سي المعلومات اللي عندنا على لي زيليفون وعلى الحيوانات كامله تعتبر خطيره اذا تيراو فيها وما ماتش تم حقد على الانسان. اما اي حيوان مثل الغوريلا مثل الفيله ماهوش خطير وما يشكلش خطوره على الانسان الا اذا كان ديجا بليساوه وما ماتش يقعد حاقد على الانسان ومن ما يشوف واحد رايح يطاكيه معناتها احنا وزهرنا. سمعنا صوت شمبانزي ممكن نلقاو حيوان واحد اخر. شمبانزي يعتبر حيوان طري طري دونجي. هذه الماكلة اللي ياكلها الشمبانزي سا سي كوا لي شمبانزي اوكي فات اتونسيون C'est dangereux les chimpanzés plus que le gorille.
Mais faites attention, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est plus que tous les animaux ici. أكبر مشكلة بدأت هنايا، أني كملت رايح للشمبانزي بصحابي حبسوا فما وقال لك ما نروحوش للشمبانزي. أنا قررت أني قدم لهم روح تحت الشر اللي راهم فيها الشمبانزي، في طريق صعبة من الهروب إلى حاول تهرب، من المستحيل أنك تهرب من هذه الطرقات اللي راني نمشي فيها. واحد لاش ما عارشه عملت على الكيب لقو أطاك من الشمبانزي جرو من ورايا شوية فوق الجر ما همش تحت معنا هربت ودرت لأ صحابي حس روحي بعت من الدونجي وما مش عارف مازال ما لقيت صحابي راني نحاول نرجع للطريق مي حس روحي بعت من الخطر تاع الشمبانزي هذه الطريق اللي راني نمشي منها حشوة حشوة خفيفة كنت استعمل كنت تعيط لصحابك ولا خرت ولي مشكلة وقيل في هذه الغابة الكونغولية تنتهي قصة الرحالة زومبو ميلود بضياعه في الغابة مشكلة غابة استوائية الزومبو ما عندك لا بوصول لا ماكلة لا حتى حاجة بلا طاش والله مشكلة تحطيت في طريق هذه والطريق هذه والله ماني عارف بالك نروح منا بالك نلقى طريق كبير نكمل معاه أحسن كون يسرالك نفس فلوس يسرالي ما توترش الحاجة الأولى حبة حبة راك رايح تخرج من طريق إن شاء الله باسكو أغلبية اللي ماتوا في الغابات والآخر ماتوا بالخوف أكثر شيء ماتوا به هو ماتوا بالخوف حاول حبة حبة كالمي روحك مش شرط تخرج بعد ساعة ولا بعد ثلاث سوايع ولا أربعة مهم تخرج حبة حبة ادعي ربي ربي يسهلها ربي يجيبها على خير إن شاء الله هذه هي كالم بيان ما لقيتش طريقي مازال نتاي في الغابة مي مانيش بانيكي والله راني نترالاس راني نحوس على طريقي حبة حبة نسمع في صوت الحيوانات باش ما نخرجش فيهم فاس فاس الا لقيت فيل والله تخرج فيه فاس فاس سيرتو الا كان مع البيبي تاعو رايح يضحكيك راني حبة حبة هذه هي الطريق تاع لافلاف هذاك اللي قطعناه خلاص لانك وقيلا ما نش بعيد ياسر شوفوا لي طراس تاع لي زانيمو كاينين وسخت تاع لي زيليفون
هذا هو اللي تراس تاع لي زيليفون. شوفوا قد واش لعبت. واو هذه جديده هذا اللي تراس جديد تاع اليوم والله البارح ما نش عارف ماهيش حاجه كبيره. واحنا حبه حبه ما مانيش بعيد كيما هاك حبة حبة. دايما قلتها لكم ما تبانيكا ما والو، اللي فيها الخير ربي يجيبها. مادام طحت في المشكل راك في المشكل ديجا، حاول تحلو بلا ما تقلق وبلا ما تخاف. هذه هي اللي راني فيها. كاين حيوان راح هذايا من برك برك مضطر باش نبدل عطريك. أو ترجع للطريق. واو الموقف اللي راني فيه حاليا لا احسد عليه، لانه هذا الموقف خطير جدا. بالك راكم تشوفوا فيا مسولاجي، مي والله صعيبه ياسر. اي حاجه راك رايح تلاقى بها في هذه الغابه من الافاعي او الفيله او اي حاجه راح تؤدي الى الوفاه. وفي الغابه هذه ما كانش كيفاش يوصلوا لك، خاصه اذا ما كانوش عارفين بلاستيك اكزاكت. وكما راكم تشوفوا تشعبات الغابه خطيرة جدا. وي خرجت الحمد لله يا ربي. اذا عجبكم هذا النوع رايح نعاود واحد اخر، مي تكون شويه ندي معايا الماكله تاعي، ندي معايا كلش، ندي معايا مام لاطونت باش نبات. وفي هذه اللحظه قررت اني نبحث عن الفياله بطريق درون. كما راكم تشوفوا طريقه سهله افيكاس. هنا في هذا المكان راني ديجا شفت الفيل، اللي درك رايح نهبط الدرون باش نقدر نتبعو. كانت كاينة مخاطرة كبيرة باش اني نهبط بالدرون في وسط الغابات هذه، مي واش رايح ندير؟ لازم لي نصور لكم الفيل باش تشوفو. وهذه اول لحظة باش شفنا الفيل، منظر كان رائع جدا. وقررت اني نحاول ننزل الدرون ونغمر بها باش نخرج الفيل من الغابة للمكان اللي رانا متواجدين فيه. أغصان الأشجار كانوا دايرين لي مشكلة كبيرة، لكن حاولت أني ننزلها باش ما يروحش ذا الفيل. راح يكون كاين اهتزازات في التصوير، لكن صعوبة المنطقة اللي راني فيها مش سهلة باش تصور الفيل في هذه المناطق، وخاصة بالدرون وصل الأغصان الأشجار. مي دركا نسكت نخليكم تأملوا الفيل الإفريقي كيفاش يدير. Thank you.
بعد ما دخل الفيل في وسط الغابة من المستحيل أن نصوره، قررت أني نروح الكوتي الأخر اللي راه رايح منه باش نصوره لكم أحسن. وللصدفة أني صادفت مع فيل واحد أخر مكنتش داير له كاع حساب. منظر شحال هاير أنك تشوف الفيل كان ياكل، ومن بعد ما لاحظ الدرون خاف وراح يدخل الغابة. حاولت أني نغلق له الطريق باش ما يروحش يدخل الغابة، لكن ما هي سهلة. في هذه اللحظة قرر الفيل أنه يدخل الغابة خلاص، وهنا راني نسالع باش نروح قدامه الغابة باش يخاف وما يدخلش. كنت أنا خايف لنفقد الدرون في هذا المكان، وقدمت بطريقة فيها مجازفة نوعا ما. وهنا توتر الفيل وراح، مي مع منطاح مع ميلود لازم لي نصوره. بعد مدة طويلة وانا نتبع في الفيل، قدرت نديه المكان اللي راني انا متواجد فيه باش نصوره لكم وتشوفوا المنظر هذا الرائع. فيل وهنايا كان خافيير يشوف في الفيلة. هبط درون باش نقول له يوريني واش من بلاصة نروح منها، ما حبش يوريني، فهمني بلي راني نلعب معاه. فيديو جاي راح يكون احسن واحسن وفيه مغامره كبيره. هذا الفيديو سجلت لكم في الليل على 3 تاع الليل وانا نخدم في المونتاج باش ننقص من الحس والضوضاء للمكان اللي راني فيه. كما راكم تشوفوا ديك هذا ما حبش يسكت على 3 تاع الصباح. لمحه صغيره على الفيديو الجاي في نهر الكونغو، البحث عن تماسيح.